دقيقه غادي نعطيها لتوضيح بعض الامور اللي جات في مداخلات بعض المتدخلين انه غادي نخليو فاس فيها خمسه ديال المطاريح ديال الازبال ترونسفير. تنقول لك لا، ماشي كل مقطعه فيها محل، لا، اذا هذا غلط. نرجعوا نعرفوا فين كاينين، نقول لك فين كاينين. ملي تنهضروا على، اذا ما بغيتوش تخليوني نهضر سالينا سيد، بغيتوش نعطيكم الحقائق، اذا خليك خليك ايوا خليك. انت قلت كريمه، قلتي انت بانه غندير في كل مقاطعه غندير مطرح. تنقول لك لا، ما كاينش في كل مقاطعه مطرح، ماشي في كل مقاطعه مطرح. وهذا الشيء كله حنا غادي نتجاوزوه، لانه الساكنه ديال فاس تنتظر من هذا المجلس الموقر تحكم علينا ان شاء الله ابتداء في شهر 10 وشهر 11، من يدخلوا الاليات ومن يدخلوا نعم سيدي الاليات الشطابه، ويدخل داك الشيء جديد وتستاهلوا غير جديد وتستاهلوا غير مليح، داك الساعه نخلي لكم الحكم لينا. اما هذا الشيء كله غادي يمشي في البلاصه اللي غادي يمشي فيها، حنا مع المستقبل القريب. وهنيئا لنا بما دعمتنا به وزاره الداخليه، وهنيئا لنا انه في هذا الوقت هذا سنجدد هذا المرفق العمومي. والقضيه ديال الشركه تنطعن فيها ما تنطعنش فيها، هذا الشيء كلها مزايدات. حنا الشركه تنقولوا الان اللي تدير هي فعلا مواطنه، وبانها مغربيه، وبانها تتعمل ما تستطيع، وبانها تتكمل هاد الثلاث اشهر ولا 4 شهور بحسب دفتر التحملات اللي مفروض عليها، وما يمكنلاش تجيب اليات جديده لان حنا في نهايه الصفقه. فاحنا ما تنطعنوا حتى في شي واحد، حنا خدامين تنجتهدوا. والان سنمر الى عمليه التصويت من اجل المصادقه على دفتر التحملات. وحتى لما وصلناش ل 44 مجيب، الحمد لله الديمقراطيه كاينه في البلاد، وهذا الشيء راه خداوه الناس اللي تيحطوا لنا القوانين، والمشرع ديال البلاد فايق بهذا الشيء وعارف بانه تيمكن يطيح المجلس في واحد الخلل او اختلال ديال عدم الاغلبيه في جلسه واحده. فالمشرع الحمد لله باش ما يخليش الساكنه معلقه في مشروع ما، تعطينا الصلاحيه بان نديروها في جلسه اخرى ونصوتوا بالاغلبيه المطلقه. الان اعرض هذا للتصويت حتى نرى انه واش كاينه 44 اللي هي النصاب، ولا ما كانت شاي غادي ندوزوا لجلسه اخرى اللي غنعنوا عليها ان شاء الله فوقاش غادي نعقدوها. تفضل السيد الكاتب المجلس.